المكسيك تأهلت بعد يعني ما أكدت ذلك بالفوز على سلفادور. وهنا أمامنا اللاعب المميز روني في العارضة ترجع إلى كراوتش. ولسه هنحكي عن تأهل المكسيك، ولكن لابد أن نحكي عن الكرات العالية وسر الضربات الرأسية اليوم للمنتخب الإنجليزي. هدف من اللاعب كراوتش أمامنا، هو هدفه رقم 21 مع المنتخب الإنجليزي في 37 لقاء، ده اللقاء رقم 38. شوف أمامنا الكرة ملعوبة من جيرارد، أمامنا هو اللي صنع الهدف الأول، وكان أيضا اللاعب طبعا كراوتش صلحها لليدلي كينج المرة دي. وين روني؟ كل الضربات الرأسية عنده مميزة، أغلب أهدافه بضربات رأسية في الدوري الإنجليزي، هو هداف الدوري الإنجليزي، وايضا 5 اهداف في دوري الابطال، 27 هدف في الدوري الانجليزي، 5 اهداف في دوري الابطال. كان ليه الفضل الاول في